بتاعت التعليم الدامج. نحن طبعا انا كنت عندي مساله بتاعت تحيز لا واعي لدى كثير جدا من التلاميذ واصدرت عليهم احكام، لكن بعد الدوره الحمد لله قدرت التلاميذ اللي كانوا بيعانوا من الحته بتاعت سوء الانجاز فديل قمت ادمجتهم في الفصل وخليت الفصل كله يشتغل يعني كمجموعه واحده وكتله واحده، انه قمت عملت لهم قصاصات ورقيه وركزت على المبعدين ديل فاصبحوا هم اكثر مشاركه، اصبح التحصيل بتاعهم عالي، اصبحوا عندهم دافعيه وحماس شديد جدا جدا انه يتعلموا.